عندنا التاني الكابتن اشرف خضر. مساء الخير يا كابتن اشرف، مساء الفل حبيبي، ربنا يخليك. منور قناة الزمالك منورة بأهلها وبكل محبينها. دايما ان شاء الله. النهارده اولا نبارك لك على وجودك كمدرب عام ومدير للكرة في نادي الاسماعيلي، وهي مهمة اكيد، مهمة صعبة، لكن حضرتك اكيد تملك القدرات الفنية اللي تخليك تقدر تقوم بالمهمتين وتساعد ان الاسماعيلي يعود لمكانته الطبيعية في الكرة المصرية. ان شاء الله، طبعا اكيد ان شاء الله الاسماعيلي هيعود بجهود ابنائه وبالعمل الفتره اللي جايه، لان الاسماعيلي بيمتلك لعيبه كويسه جدا جدا، مجموعه من اللعيبه يقدروا يعملوا الفرق. اعتقد ان الفتره اللي جايه، لا ان شاء الله الاسماعيلي هيبقى مختلف، في تدعيمات ان شاء الله قويه، وزائد ان احنا كمان عندنا، لا تشكيلة النادي الإسماعيلي أعتقد محترمة جدا جدا، كان في عدم توفيق في حاجات كتيرة، يعني مش عايزين نرجع لها تاني، لكن إن شاء الله اللي جاي هيبقى أحسن. عندنا فترة توقف كبيرة، إن شاء الله نقدر نستعيد بيها توازننا إن شاء الله، ويرجع النادي الإسماعيلي اللي كل الناس بتحبه إن شاء الله بشكل طبيعي. ان شاء الله تعالى. هو انا ممكن اسال سؤال يا كابتن اشرف، اتمنى ان نجد اجابه عندك. هو ماذا حدث في الاسماعيلي خلال السنوات الاخيره ليصل الان لهذا المشهد؟ طيب خلينا نقول ان النادي الاسماعيلي الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت، تعال بص خريطه الكوره في مصر اتغيرت ازاي. تمام. تعال بص ان الاقتصاد هو صاحب الكلمه، بقى الانديه الجماهيريه، انت شايف طبعا بعيد عن الاهلي والزمالك، اعتقد ان الانديه الجماهيريه كلها عندها مشاكل صحيح. السنين اللي فاتت. الاسماعيلي زياده شويه، لان الاسماعيلي غير بقى حته الاقتصاد اللي هي كانت حتى ما كانتش صعبه قوي، لكن كان في اخطاء طبعا في البدايات بالذات، في يعني اعتقد ان كل عارف يعني وشايف نادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت بدا مع مستر ريكاردو، وكانت فتره صعبه جدا في الاول، مع كل الاحترام لمستر ريكاردو وكده، لكن لا كانت فتره استعداد صعبه، وهي كانت السبب في اللي حصل طول الموسم. السنه دي كابتن طلعت طبعا مدرب مميز وبتاع كده، لكن يعني ربنا يا رب يشفيه، كان حصل مشكله ان اصابته بالكورونا في فتره اعتقد من اهم الفترات، ان ما يبقاش صعب جدا تلعب وتبدا الدوري وانت ما معكش مدير فني. كل صحيح. الناس اللي موجوده برضه كانوا متميزين، لكن لا مدير فني بتتكلم في حاجه تانية، وتلاعب النادي الاهلي يا شادي، صحيح. وتلاعب بره ملعبك، وتلاعب سيراميكا بره ملعبك، وتلاعب البنك الاهلي 3 ماتشات ورا بعض، وتصطدم بالزمالك بطل الدوري بفرقته الكبيره في اسماعيليه. اعتقد ما كانش فيه انصاف وما كانش فيه توفيق خالص لبدايه النادي الاسماعيلي، لكن اعتقد ان الارقام دلوقتي طبعا الفرقه في تحليل دائم لكل حاجه، النادي الاسماعيلي دلوقتي ارقامه لا بقت احسن، في تطور في حاجات كتير، عشان كده كلنا ان شاء الله عثمانيين بالتدعيمات اللي هتبقى موجوده ان شاء الله، ان شاء الله. وبلاعيبه الفريق القوام الاساسي بتاعه، لا الاسماعيلي ان شاء الله هيرجع بشكل كويس. وال 40 يوم الاجازه دول وكاس الرابطه ممكن يفرقوا كتير في يعني بيتعمل معسكر اعداد جديد، يعني هيفرقوا كتير يا شادي، طبعا ده كلام مهم وكلام محترم، اكيد اكيد هيفرقوا مع الفرقه كلها، بس طبعا الاسماعيلي كان محتاج قوي الفتره دي، لان الاسماعيلي من الفرق اللي هتدعم باكثر من لعيب، الاسماعيلي محتاج ان هو يعيد حساباته في بعض الامور الفنيه والتكتيكيه، اعتقد يعني فتره مهمه جدا جدا هتساعدنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن اشرف على وجودك معانا، وان شاء الله الخير كله يبقى لنادي الاسماعيلي في وجودك وفي وجود الجهاز الفني وهذه اللعيبة، ونتمنى دايما الخير لنادي الاسماعيلي.